Hi family, this is Sarah from Israel. اهلا بكم يا عيلة، انا سارة من الاراضي المقدسة. انا عايز اشارككم بامر في قلبي، واحنا في وقت صيام ووقت احتفال ووقت اصطفاف مع مواعيد الله واوقاته. انا شفت صورة دي في قلبي وانا بصلي، شفت كإناء والرب قال لي مش مهم قد ايه نقاوة المية اللي بتنسكب في الإناء، لو الإناء مش مقدس ومش نظيف المية مش هتحفظ في الإناء ده. فأنا شعر ان الرب جاي ينظف ويطهر كل جزء في إناء حياتنا عشان نكون مستعدين ان نستقبل الماء النقية دي ونكون إناء للكرامة، إناء ما يوسخش المية، إناء ما يغيرش في المية، أو إناء يكون مستحق للماء دي، للكرامة دي. نكون أواني نقية ومقدسة من أجل العالم ومن أجل الرب. والموضوع مش بس ودنا إن نسمعه، لكن كمان كلماتنا، لكن كمان أفكارنا، لكن كمان اختياراتنا وقراراتنا وأولوياتنا وعائلاتنا، كل شيء في حياتنا أن يكون بيت مقدس للرب، والروح القدس يشعر أنه مرحب بأن يسكن في الإناء ده.